بعد كده يا ماما تحطي السمنه تمام، وتجيبي فصين ثوم مفرومين وشويه كزبره ناشفه وقلب. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اخبارك يا هاجر عامل ايه؟ الحمد لله منور والله العظيم يا فندم. المكتب فج نوره. خلصت الشغل اللي وراكي؟ طبعا يا فندم من قبل حتى ما حضرتك ما بتطلب، فاضلي بس شويه حاجات بسيطه كده يعني. قورت لك الكوسه وحشيت المحشي، فاضلي بس شويه الملوخيه دول ويبقى كله 10 على 10. بس انا ليه عتاب عندي؟ ليه يا فندم كفاره الشر؟ الكوسه بتاعت الاسبوع اللي فات مش متطوره. لا والله يا فندم والله ابدا، ده انا عاملاها بكل طاقه وامانه، عاملاها زي الاستاذ نبيل الحلفاوي بالظبط. نبيل الحلفاوي؟ حتى اساله يا فندم. حبيبتي رمز النزاهه في المكان. ربنا يخلي حضرتك. وانا ما جبتش غير هدر. ربنا يخلي حضرتك. انا لازم الاقيك الشهر الجاي. ربنا يخلي حضرتك. ازيك يا استاذ حسن؟ تمام الحمد لله يا فندم. حبيبي عامل ايه؟ تمام الحمد لله يا فندم. شايفك يعني مشغول في الشغل قوي. اه يا فندم، هو الواحد بيعمل اللي عليه. نزلت حضرتك بيس 20 وبابجي كمان يا فندم. ايه يا حسن. بقول لك ايه؟ والنبي معلش بقى نزل لي لعبه اللودو يا فندم. شاطره يا بنتي. شفت النباهه؟ اتعلم من زميلتي. حاضر يا فندم. على فكره بقى يا فندم بقى مش هتنزل، المساحه ما تكفيش. يعني ايه يا حسن؟ اتصرف يا اخي. يا فندم ده كارتن نمره 120 جنيه. طب هات وابقى حذرك. حاضر يا فندم. ربنا يخليك. والتاتش مش شغال يا حسن، مش عارف اتصل بحد. حاضر يا فندم. اتفضل كده يا فندم، اشتغل مع حضرتك. وريني. الله ينور عليك. تمام يا فندم. يا فندم كان ليها طلب. هو انا كمان مش هترقى؟ يا حسن والله فكرتني يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه احسن دلوقتي يا حسن؟ احسن يا فندم الحمد لله. طيب نشوف بقى شغلنا يا اولاد، عبال ما اخش بقى ايه اشوف شغل انا كمان. سلام عليكم. لو سمحت مشروع. اتفضل ارتاح. اتفضل ارتاح يا حاج. اتفضل ارتاح. لو سمحت منك. صوت افندم يا حاج قاعد التليفون. اتفضل. نعم. انا عايز اطلع شهادات صحيه. وانت فيك صحه يا حاج؟ انت فيك صحه؟ لا اله الا الله. انا عايز اطلع شهاده دي العمال اللي عندي. تمام. ايوه. عايز ايه المطلوب بالظبط عشان فين الملف بتاعك يا حاج؟ ما انا عايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه علشان اجيب الملف. طب هتمشي بقى اخر الطرقه ديت شمال، هتلاقي ورقه متعلقات دي كل اللي فيها وتجيب. خلص لك كل حاجه. ماشي حاضر. ماشي يا حاج. اتفضل. شكرا. العفو. العفو. اتفضل. انت ايه؟ اشي ميه اشي غاز؟ انا تعبت والله العظيم. صباح الخير. المهم انا هكملك بقى ايه طريقه البطاطس. صباح الخير. هتجيب البطاطسايه تمام وتسلقيها. طب ممكن بعد ما تطلعها تسلقها تاني او تحطها في الزيت مثلا تبقى جميله. فاهمه. وكنت بقى حاطه على جنب كده الصلصه عشان ممكن بقى مع الصلصه تبقى. استني يا فندم استني، في حاجه حضرتك؟ لا لا انا كنت بس عايز اقدم. طب انا اعمل ايه انا يعني؟ حضرتك شايفني مشغوله؟ هو ما انا موريش حاجه يعني. ثانيه واحده، مراتي بس ولدت وكنت. طب يا سيدي الف مبروك. ايوه يا فندم. ايه ده؟ هو انا مطمنك عليها يا استاذه بعد اذنك؟ ثواني يا فندم. بعد فين؟ معلش فين فندم؟ كنت عايز اسجل اسم ولادة بنتي. طب انا مطلوب مني ايه يعني حضرتك؟ انت مش شايفني مشغوله يا بابا؟ انا اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا بس عايز اسجل اسمها مش اكتر. طيب بعد اذنك حضر لي البطاقه والجواب بتاع المستشفى. اتفضلي. ادي جواب المستشفى اهو. ثانيه واحده. مش عارفه انا الاستعجال ده، انا مش عارفه. ادي البطاقه. طيب متشكره جدا. ثانيه واحده. اتفضلي براحتك. اسفه. اسفه. ايه الصوره وحشه؟ حضرتك تروح المستشفى اللي المدام ولدت فيها وتشوف مكتب الصحه اللي تبعهم يطلعوا لك شهاده الميلاد، لان محل اقامه حضرتك غير المكان اللي مولوده اتولدت فيه. لا 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 ما ينفعش الكلام ده. لا حرام عليك دلوقتي. تشرفنا. واقف بقالي 3 ساعات والله. تشرفنا. يا استاذ بعد اذنك. تشرفنا. ايه يا سندس؟ لا يا اختي، واحد دخل كده كان عايز ليه شهاده ميلاد؟ كل واحد يا اختي لسه فاضي يعني يتجوز ويخلف ويعمل. اتفضل اقعد. قول لي يا فندم حضرتك عايز تسمي البنوته ايه؟ لارا ان شاء الله. لارا ان شاء الله. ان شاء الله تربى. لا لارا موفر غالي بقى يعني بنت. تربى في عزك يا رب يا رب يا رب. بصي يا فندم حضرتك هتروح تمام
تنزل لهم تحت تمام؟ تحت فين؟ تحت تحت الدور اللي تحت الخزنة تدفع وجدي الوسط وتيجي تنورنا تمام ماشي تمام؟ اتفضل يا شكرا تستنينا بره هنادي على اسم حضرتك علشان تيجي تستلم تمام ماشي مع ألف سلامة يا فندم نورتنا والله والله شرفتنا والله يا أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمور يا حاج أنا كنت جيت لك وطلبت مني الأوراق اللي جهزتها لك طيب تمام إيه ده؟ فين شهادة التجنيد يا حاج؟ التجنيد كان زمان أيام الثورة يا عم وجمال عبد الله طول التجنيد لا يا حاج دي إجراءات وقانون وده حاجات لازم بنفذها لازم تجيب شهادة التجنيد عشان أخلص لك الطلبات بتاعتك أه تقصد شهادة التجنيد بتاعت العمال يعني؟ بتاعتك انت يا حاج انت دخلك ايه بتاعتي انا معلش معلش انا اسف ده انت عايز تطلع شهادات صحيه ملهاش علاقه بالتجنيد معلش انا اسف بس برضه في شويه دمغات وحاجات ناقصه هتنزل تجيبها لنا من الدور اللي تحت وتجيب لا حتى الله انا مش بتاع الكلام دوت انا ما دخلش بيتي قرش حرام بس هقول لك انا على حاجه انا هديها انا دخلت بيتي قرش حرام انا هشحن لك بيهم تمام وصل لك الرصيد اهو جي لك الرسالة عشرة سيد خير عشرة جنيه بس عشرة جنيه كويس انها وصلت لك اتفضل ماشي يا عم ماشي يجينا بعد اسبوع يجينا بعد اسبوع مع السلامة ان شاء الله اجي الاقي الشهادة جاهزة ان شاء الله ان شاء الله اتفضل الاستاذ مغفر غالي استاذ مهاب فرغلي ايوه اتفضلي طب اقعد يا فندم اقعد اتفضل اقعد طيب الحمد لله عشان حضرتك اتفضل كده رجع البيانات ايه ده؟ ايه يا استاذه ده؟ انا ايه كلارا مش يارا وايه المشكله يارا اسمي جميل بس ما تجيش دعوه انت اسمي جميل ولا مش جميل انا قايل لك لارا مش يارا لو ما سميتهاش لارا مراتي هتنفخني والله يا فندم بقى دي مش مشكلتي انا كتبته زي ما حضرتك ما قلت لي وبعدين خلاص الاسم اتسجل يا استاذ اسم سجل استني بس ودي سي سي ما تجيش لسه ما سجلش لسه ما سجلش والله لسه ما سجل ما تعليش صوتك ده كده خبر ان انت تتعدى على الموظف اثناء تاديه عمله وانا دلوقتي بعد عمل ممكن اعمل صحتك محضر يا استاذ استني بس ودي سي سي لا خلاص بلاش طيب بلاش لسه الاسم ما سجلش لسه ممكن يعدلي حضرتك لو عايز الحل للموضوع دوت تتفضل تروحي العباسيه تقدم على الطلب تغيير اسم البنوته هيدوك الورق هتروح جاي تطلع فوق الدور العاشر هتقدم الطلب بعديها باسبوعين هيدوك ورقه تروح نزلي بيها هنا وانا ممكن اغير لك الاسم طب تصرف اي حل هنا طيب تصرفنا اي حل تصرفنا سندس ايه يا سندس ايه يا حبيبي ايه لا يا شويه حاجات كده في المكتب بخلصها خلاص لا جربت يا حبيبتي والله هخلص وامشي على طول يا ماما يا حبيبتي ايه ده الحق في فلوس وقعت في فلوس تاني انت قلت لي بقى لورا بالالف ولا بالته المربوطه بالالف طيب يا رب تتربى في عزكم يا رب كده وخلف الهنا عملنا الخواه والجولي تاني يا فندم والله لا مش هنيجي ربنا يخليك لا تعالى بعد بكره تستلم الشهيده ربنا تستني يا اتفضل مع الف سلامه شكرا مع الف سلامه يا فندم نورتنا والله العظيم المكتب نور بوجود حضرتك مع الف سلامه صباح الخير يا فندم ايه عاملين ايه تمام الحمد لله يا فندم زي الشغل ماشي تمام ساعه انا شايف الناس درجه مبسوطه طبعا يا فندم كل التوجيهات سعادتك بقول لك ايه حسن اتفضل يا فندم اخبار الشغل ايه يا فندم شحنتهولك كان فاضي لا يا ابويا انا قصدي الشحن بتاع الفودافون اتصالات عندي من الشبكه واقعه خالص والدنيا النهارده يعني عملنا لنا يعني بتاع 1000 جنيه لحد النهارده مش السكرين شغاله ايوه يا فندم طب انا عايز اجرب التليفون اشحن لي بقى حاضر يا فندم امر لله عايز تشحن بكام يا فندم اللي يمليه عليه ضميرك حاضر يا فندم عامله ايه يا حاضر زي الفل يا فندم طول ما حضرتك زي الفل واخبار الملوخيه ايه؟ بسلم على حضرتك يا فندم مش شامم يعني ريحه الملوخيه اول ما تصها اجيبها عند حضرتك في المكتب عشان تبقى طشه كده طازه على مناخير حضرتك هي يا رب بالالف ولا بالهاء؟ ايه؟ بالتاء يا لهوي
الظاهر ان في فلوس وقعت مني. اصل الكيفه مخرومه. ربنا ربنا يخليك فينا والله. ربنا يخليك والله. ربنا يوفقك يا اولاد والله. يا رب. ربنا يديكوا على قد تعبكم. يا رب. الحمد لله. الحمد لله. الشحن خلص؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الا صحيح يا هاجر. هي مش الحسنة كانت هنا من يومين؟ اصلا حسنة جارية يا فندم. بنتي في المكان. شوف يا ولاد لو عايزين تروحوا ساعة بدري روحوا عشان الجو. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك لك يا رب يا فندم وما يحرمنا منك ابدا يا رب. ابدا والله بندعي لك في صلاتنا. ولادي في المكان.